الصراع المصرفي اللي مهم قوي، مش بس انه بيحسن الخدمه ولكن ايضا فكره دمج ذوي الاعاقات المختلفه وانهم يبقوا عندهم دمج شامل في التعليم وفي التشغيل وفي الخدمات ايضا المالية والمصرفيه. فبرحب ببنك وفا وبشكره على هذه المبادره. حقيقه انا يعني كان هذا العام فيه فعاليات كتير وسياسات كتير وتطوير كتير، وكنا يعني بنطمح في ان يكون عندنا هذا الدعم المهم. هنشتغل في 6 محافظات فيها نسب مرتفعه نسبيا بالنسبه لباقي المحافظات، المنيا ومطروح كفر الشيخ والجيزه والقاهره والقليوبيه، دي بدايه عشان نطور فيها الخدمه المقدمه لذوي الاعاقه. لكن ان شاء الله ما كانت هذه الخدمه وتدريب الكوادر وتقديم الخدمه بشكل افضل للاسر هو بدايه تفعيل قانون حمايه ذوي الاعاقه. القانون صدر منذ عده اشهر، اللائحه التنفيذيه في مجلس الدوله المفروض انها تصدر خلال ايام قليله ان شاء الله قبل نهايه العام. فاول تفعيل هو تيسير حصول الاشخاص ذوي الاعاقه على كارنيه تاهيل اللي بيفيد ان هذا الشخص من ذوي الاعاقه، وان ده بيديله كل الحقوق اللي القانون بيديها له. ففي اول تفعيل لهذا القانون واول تطبيق ليه كان لزاما علينا تطوير سريع لمكاتب التاهيل، ولزاما علينا تيسير على اهالي الابناء اللي عندهم اعاقات، وانه في احيان كثيره الكارنيه ده بيحل لهم مشاكل كثيره.